حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فنون رياضية. أنا اليوم متواجد في القاعة الرياضية أو الجيم. القاعة هذه يتواجد فيها الكثير من الأشخاص، البعض منا يعرف كيف يتمرن والبعض ما يعرف، والهدف من حلقتنا أن نخلي الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتكم اليومية. وطبعا عشان نسويها بالطريقة الصحيحة لازم يكون في تدرج في التمارين، فراح نبتديها بالتمارين الضعيفة للناس المبتدئين وبننهيها بالتمارين القوية للناس المحترفين، وإن شاء الله راح أرويكم هذا كله في حلقتنا لليوم. خلوكم معي. مشاهدينا، في أول مرحلة من مراحل التدريب في القاعة الرياضية أو الجيم هي مرحلة الإحماء، والهدف منها تسخين الجسم وتجهيز العضلة للتمرين الفعلي. طبعاً لكل شخص مزاجها الخاص، ففي البعض يحب يتمرن في تريدميل، في البعض يحب يتمرن في الستيرز، في البعض يحب يتمرن في الستيبس، وفي البعض يحب يتمرن في السايكلينج. تمرين التريدميل هو التمرين الأكثر شيوعاً، طبعاً التمرين هذا يكون مدته 15 دقيقة، ويفضل المشي فيه يكون من 5 إلى 6 دقائق للناس المبتدئين، وإذا الشخص حب ينزل وزن يرفع سرعته للسبعة والثمانية ويزيد عدد المسافات، يخليها لين 40 دقيقة ل 45 دقيقة، منها راح يخسر الأملاح وراح يخسر الماء والدهون اللي في جسمه. بعد ما خلصت تمارين الإحماء وتسخين العضلات صرت الحين جاهز للتمرين الأساسي اللي راح أبتدأ مع أول تمرين، تمرين الصدر. بدنا نحكي على موضوع كتير مهم اللي هو التمرين البداية. نحن كل المبتدئين بيجوا دائماً بيكونوا مستعجلين، بدهم يعملوا جسم بطريقة كتير سريعة. لازم نحن نعمل تمرين اللي هو تمرين الدائري أو برنامج الدائري لمدة أسبوعين. كتير مهم انه نحن نعرف كيف نبدا لحتى ناخذ نتائج جيده جدا وسليمه بدون اصابات. البرنامج الدائري هو عباره عن اسبوعين، لازم نعمل تمارين لمده اسبوعين دائريه، يعني على كل الاجهزه. ممكن نعمل نحن توست جلستين على كل جهاز لحتى نشغل كل عضلات الجسم، هيك نحن بنكون كملنا او بدينا بدايه صحيحه لمده اسبوعين. بعد اسبوعين نحن بنقدر نفوت على برنامج ثاني اللي هو التخصصي، بنبقى بنشغل عضلات الكتاف لحال او الصدر او باقي العضلات بشكل تخصصي اكثر. فكتير مهم انه نحن نعرف انه البدايه لازم تكون لمده اسبوعين ونشتغل كل الاجهزه بشكل دائري، هيك راح تاخذوا نتائج سليمه وصحيه اكثر لكم بدون اي اصابات. مرحبا يا كابتن محمد. طبعا ارحب فيك في برنامج فنون رياضيه. طبعا الكل يعرف ان الرياضه لها جزء اساسي في تطوير صحه الانسان، للحصول على جسم صحي، للحصول على جسم متناسق. اليوم نحن راح نبتدي تماريننا الاساسيه، وراح نبتدي في اول تمرين اللي هي تمارين الصدر. تمام. انا اعرف ان الصدر انقسم لثلاث اقسام، صدر العلوي والوسط والسفلي، وممكن كابتن تعطينا تمارين مخصصه لكل عضله من هذه العضلات؟ اكيد اكيد، انا بيسعدني جدا اكون بهذا البرنامج لحتى نقدم الفائده والمعلومات الصحيحه للساده المشاهدين. خلينا نبدا بتمرين الصدر، نتسطح هون. يلا تفضل. يلا بسم الله. اوكي، نحن حنحط ايدينا هون، بس هذا الاصبع النصاني يكون على الخط تماما. اوكي، حنرجع شوي لورا بس. تمام. اوكي، حنبدا. هذه شو تشغل كابتن؟ حنشغل نحن اول شيء العضلات السفليه من الصدر. يعني هذه تمرين العضله السفليه. تماما، حنبدا من تحت لفوق بشكل تدريجي. حنفتل نحن البار لهون. اوكي، انزل من هنا. تماما 100%. طبعا يا سلام. اوكي، نحن ونحن نازلين ناخذ شهيق، ونحن طالعين نطلع زفير. تماما بالضبط. الوزن مهم ولا التركيز اهم؟ طب التركيز اهم، وحنحط نحن وزن يناسبنا نحن، يناسب كل شخص، ما بنقدر نحن نحط اوزان مش لنا، لانه كثير مهم نحط وزن يناسبنا ونقدر نكرر فيه من 10 ل 12 تكرار. ممتاز. العضله السفليه لازم ينزل البار باول الصدر مثل ما انت عم تعمل. كم جوله كابتن يعني لازم نسوي فيها؟ فينا نحن نعمل هون اربع جلسات، كل جلسه بنكرر فيها من 10 ل 12 تكرار بكل جلسه. هذا اللي بيضخم؟ تماما، يعني ضخامه ان كان او تفصيل، يعني كبدايه نحن لازم نحط مثل ما قلت لك عليه وزن يناسب كل شخص او يناسبنا. صحيح. 1 2 3. تمام، نحن هيك بنكون خلصنا هلا
تمرين العضلات السفلية من الصدر. أوكي. كيف حننتقل للعضلات الوسطى هلا؟ نحن حنرجع شوي البنش لورا شوي. ورا؟ ايوه تماما. مولود كده تمام. هلا بنرجع بنكمل. مثل ما كنا عم نحكي اول شيء انه نحن بننزل البار باول عضلة الصدر، هلا حننزل البار نحن بعد العضلة السفلية بالعضلة العلوية تماما، حنشغل العضلات الوسطى سو حننزل نحن البار او السيخ بنص الصدر، هلا بنكمل. وكم عدة كابتن؟ حنعمل 10 عدات، لازم ننزل اكثر جوا شوي اكثر، برافو عليك ممتاز. ممتاز برافو. 2 3 مثل ما حكينا ونحن نازلين حناخذ شهيق ونحن طالعين طلع زفير. ممتاز. نحن هيك هلا بنكون شغلنا العضلات السفليه والعضلات الوسطى، حننتقل للعضلات العلويه اللي هي من الصدر، حنعدل البنش عليه بعد اذنك. تمام. كيف نعمل؟ نرفع البنش بهي الطريقه، في عندنا درجتين، ممكن نحن نرفع البنش بزاويه اعلى وممكن ناخذ زاويه اقل بشوي. شو الفرق؟ الفرق انه نحن حنصير اصعب، لما نحن بنعلي الزاويه اكثر حتصير اصعب، بس نحن للناس المبتدئين حتى نعمل البيزك والاساسيات بناخذ الزاويه الاسهل واللي هي اقل. تمام؟ اوه صار فينا هلا نبلش. بالتالي علي لازم ينزل البار تحديدا تحت الدقن بشوي. تحت الدقن؟ ايوه 100%. يلا اوكي برافو. صح 100%. برافو علي. يا سلام. اكيد حاسس انت. اي والله يس احس بالشد في العضله. ايوه تماما. يوم احس بشد العضله كابتنها معناتها غلط ولا لا؟ بما انك انت اخذت الزاويه صح وعم تتنفس صح، يبقى لازم تحس انه فعلا نحن العضله عم تشتغل عنا. والناس اللي ياخذون وزن زايد، اللي ياخذ وزن زايد حيعرض حاله للاصابه، ما حد ياخذ نتائج مثل ما هو بده، لانه اساسا مش الوزن الزايد هو اللي بيطلع العضله بالشكل اللي نحن بدنا اياه، الاستمراريه بالتمرين والالتزام بالتمرين هو اللي بيعطيك النتائج والحجم اللي انت بدك اياه. والتركيز ايضا؟ التركيز كثير ضروري مع تنظيم النفس. بعد ما خلصنا تمارين الصدر يا كابتن، شو التمارين اللي الحين بنروح لها؟ نحن لازم هلا نروح على نعمل تمارين الظهر، لان عضلات مقابله كثير مهم هذا الموضوع علي، انه نحن نمرن عضلات مقابله، عضلات صدر مقابله عضلات الظهر لحتى يشدوا بعض. اوكي حبيبي يلا نبدا. هذا التمرين؟ ايوه تماما. ناخذ اوسع شيء. هنشتغل للامامي. اوكي اوكي ونحن نازلين اسحب علي، اسحب اسحب، حننزل شوي لورا ونحن طالعين شوي نحرك ايدينا لفوق، نرجع بننزل. تماما برافو ممتاز. هذه تشغل اي جزء من الظهر؟ هتشغل نحن عضلات شبه المنحرفه اللاس وعضلات الشبه المنحرفه باول الظهر من هون. هتاخذ البار بهذا الشكل، تكون بالزينب 11 11 تمام. حننزل قدام لعند تحت الركاب برضه. بس كابتن انا دائما اشوف الناس يمسكونها بطريقه عكسيه. هذا لما بيكون احنا وعندنا وزن كثير عالي تمام، ناخذ ايدينا بعكس بعض لحتى نحن حنحكي تقفل ايديك على الوزن اذا كانت ثقيل، ولكن بهذا الوزن مثل ما حكينا انه تمرين بيزك بداي، فممكن ناخذ الوزن بشكل عادي 100%. ايه نحن لا ما في داعي ننزل كثير لتحت، لما ايدينا ممكن توصل لتحت الركب بشوي وظهرنا هذا مفتوح. برافو عليك عليه وبس. ايوه تماما. ايوه شو فايده هالتمرين كابتن؟ هذا التمرين لاسفل الظهر كثير مهم لعضلات اللور باك او اسفل الظهر، بيشغل عضلات الجسم كلياتها وبنفس الوقت التركيز كله على عضلات اسفل الظهر والفقرات القطنيه لحتى نحمي حالنا من اي اصابه. ومثل ما قلت لك عليه هذا التمرين بيساعدنا انه نحن نكون اقوى بباقي التمارين، هذا تمرين اساسي ومن اهم التمارين 100%. كابتن محمد انا اعرف ان عضله الكتف تنقسم لثلاث اقسام، الامامي
والجانبي والخلفي، فشو التمارين اللي راح نسويها عشان نغطي العضلات هذه؟ احنا راح نبدا اول شيء بتمرين الرفرفه الجانبي واللي هو كثير مهم نعمله صح، لانه كثير ناس بتعمله غلط وبسبب لهم اصابات في عضلات الرفرفه. وكيف كابتن ممكن تروينا الطريقه الصحيحه؟ تمام، اهم شيء نحن نفتح رجلينا بعرض كتافنا، لازم تكون نفس مستوى الكتاف. ثاني شيء حناخذ نحن الزاويه الصحيحه، في ناس تفتح ايديها هيك هو غلط، لازم تكون الزاويه عنا. واذا دخلت ايدي اكثر بزياده اكثر حصير تركيز على منطقه ثانيه بعرض الكتف، المفروض نكون بشكل جانبي تماما مثل ما انا شايفين. اوكي، في ناس بتحاول عليه تطلع لفوق كثير، ما في داعي، نطلع على مستوى الكتاف. تمام، جربها. تمام، اوكي. برافو عليك. Good job. هلا نحن خلصنا من هذا التمرين، حننتقل لتمرين ثاني اللي هو العضلات الأمامية. اوكي، خلينا نورجيهم كيف بيتم هذا التمرين. هنقعد بحيث انه كمان يكون المقعد زاوية قائمة لحتى يضل الظهر مستقيم. 100%. تمام، حناخذ الدامبل بهذه الطريقة، رجلينا كمان مفتوحين او واسعين بعض الكتاف. في ناس تنزل لتحت، هذا غلط، ما في داعي لها، نضل ايه بزاوية قائمة. 1 2. خلصنا التمرين كابتن. اوكي، هلا حنعمل تمرين العضلات الخلفيه من الكتف. اشتغلنا نحن تمرين جانبي، اشتغلنا الامامي، حنشتغل هلا العضله الخلفيه. تفضل، نوقف هون نحن الظهر بهذا الشكل، نحن بهذا الشكل، الزاويه لازم تكون بهذه الطريقه لحتى نحمي عضلات الظهر. حنطلع نحن لفوق. 2. الرجل لازم تكون متقوسه كابتن. ايوه تماما، لحتى نحمي الظهر من الاصابات. والراس فوق ولا تحت؟ ايوه مستقيم، يعني ما بنقدر نرفع كثير لفوق ولا يكون لتحت، كثير يكون تقريبا للامام. اوكي كده. اوكي، خلينا نشوف. برافو، خلصنا الحين كابتن الاكتاف. تمام، حننتقل نحن هلا لتمرين الرجلين عشان نريح شوي القسم العلوي من الجسم. اوكي يلا. اوكي يلا ليتس جو. شو التمارين الخاصة اللي أمرنها في عضلة رجلي؟ طبعاً بما أنه هي عضلة كبيرة وأكبر عضلة بالجسم، وللناس المبتدئين أنا بفضل أنه هو يبدأ بالهاك سكوات لحتى ما يعرض حده للإصابات بالجهاز. تفضل. وليس بالحر. بالجهاز تماماً. وهالعضلة وين السكواد؟ وين تغطي؟ شغل مجموعة الكوادريسيبس اللي هي العضلات الأمامية. العضلات الأمامية 100%. وفي شغله كثير مهمه رح نحكي فيها، انه الرجلين يكونوا بشكل متوازي. متوازي بشكل هذا مبدئيا لينتقل بمرحله ثانيه بغير الزوايا. اوكي بقى. اوكي، هنسكرها هيك، هنزل لتحت. هلا حنروح عليه نعمل ليك بريس اللي هو المكبس، كمان مهم كثير هذا التمرين رح نحكي عنه هلا. تفضل. يلا بسم الله. عليه حنعمل تمرين المكبس اللي هو الليك بريس، اللي هو مثل ما شرحت لك تمرين كثير مهم لعضلات الرجلين. وين اي عضله تغطي؟ كمان حنشغل مجموعه الكوادريسيبس. تمام، بس حيكون الضغط اكثر قدام اكثر من فوق، وبنفس الوقت حيكون الرجلين بشكل متوازي. متوازي ايوه تماما. هلا حندفش لفوق كثير منيح، وبس نخلص نشد هاي لحتى نأمن الجهاز. كابتن، هل هذه اخر مرحله في الريل عندنا ولا كمبتدئين؟ نعم، هاي اخر حركه اللي هي الليج اكستنشن، حنعمل فيها نشغل فيها عضلات مربعه الرؤوس اللي هي العضله الانثيه والعضله الوحشيه.
حنبدأ عليه. نرفع رجلينا لفوق بشكل مستقيم وننزل شوي شوي لتحت. برافو. نزل خفيف. أيوة. هذه الطريقة الصحيحة. بشكل بطيء. أيوة. ونطلع بشكل كمان بطيء. كرمال نضل نحن محافظين على سلامة الركب والأربطة. كابتن، هل يحصل تمزق للأشخاص اللي يأخذون في هذا التمرين وزن عالي؟ طبعاً، بهذا التمرين تحديداً هيكون في خطورة على الركبة إذا كان في وزن ثقيل، لأنه هاي الحركة تعد حركة خطيرة، فلذلك الأفضل يكون الوزن خفيف أو وزن وسط يعني ما نزيد فيه لحتى نضل نحن حامين الركبة ما يصير فيها تمزق. رابع علي يعطيك العافية. هلأ نحن بنكون عملنا آخر حركة للرجلين، حننتقل لنمرن عضلات الإيدين اللي هن الباي والتراي. هلأ حنبدأ بتمرين أساسي وكثير مهم اللي هو البار للبايسبس. حناخد الإيزيد بار، ناخد الفتحة من هون على الزاوية. أوكي، مثل ما حكينا أنه الرجلين لازم يكونوا موازين للكتف، وحنبدأ. كابتن، هذا الباي الداخلي ولا الخارجي؟ لان الباي هذا وسط، لا داخلي ولا خارجي، حيشغل تنتين مثل ما حكينا للناس المبتدئين. اوكي اوكي، يلا تفضل. احسنت، برافو عليك، ممتاز. شو نكست كابتن؟ طيب اوكي، هلا بنرتاح بنحط البار، حناخذ الدامبل نعمل تبادل الدامبل. اوكي اوكي، كيف هي الطريقة الصحيحة للعمل؟ الطريقة الصحيحة انه نحن نخلي الدامبل بهالمستوى هذا، نفس الشيء كمان الرجلين فتحت تناسب الاكتاف، حنطلع نعمل تبادل دامبل. هلا حناخذ تمرين للترايسبس اللي هو تمرين البار، نفس الشيء كمان حناخذ على الضيق. شو فايدة الترايسبس كابتن؟ ترايسبس عضلة كمان مقابلة لعضلة البايسبس، كثير مهم انه نحن كمان نمرنها بشكل صحيح. حناخذ اول تمرين هلا علي، حنستلقي على المقعد تماما. اوكي، الكواع هون، حننزل عند الجبهة او عند الجبين بالضبط، لازم نكون شوي لورا تماما. اوكي، هلا حنعمل تمرين الكابل اللي هو كمان كثير مهم لتفصيل العضلة. اوكي اوكي، ناخذ الوقفة هيك، شايف بنميل جسمنا لقدام شوي. اوكي، ليش الميلان يا كابتن؟ لحتى نكون ثابتين اكثر، لحتى كمان نحمي الظهر. اوكي، بنميل لقدام ونقدر نتحكم بالوزن اكثر. اوكي شايف فوق بنسكرها، تحت نفتح ايدينا. هذا التمرين يعطي القص تماما، يعطينا تفصيل اكثر للعضلة مثل ما احنا شايفين. جزاه الله ألف خير الكابتن محمد، ما في عضلة من عضلات جسمي إلا ومرني عليها، يعطيك الصحة والعافية. شكراً كثير لك علي. طبعاً الحين يا وقت النصائح الغذائية، وإن شاء الله الكابتن محمد راح يعطينا معلومات أكثر عن النصائح الغذائية للاعب الرياضي. إن شاء الله. أنا أول شيء كثير مبسوط أنه أنت حاسس بكل التمارين اللي عملناها، بس لازم نشرح كثير شغلة مهمة اللي هي أنه الراحة الغذاء التمرين. سو بالمرتبة الأولى هي الراحة، لازم نرتاح منيح، ناخذ كفايتنا من النوم، بعدين لازم نهتم بغذائنا ونعرف بالضبط نحن شو بدنا من البروتينات، من النشويات، حتى الدهون، حتى السكريات. أهم وجبة هي وجبة الفطور، وجبة الصباح. فأنا أفضل أن نحن ناخذ بياض البيض، لأنه بياض البيض البروتين تبع بياض البيض كثير مهم، حتى في موضوع مهم كثير لازم نعرفه أنه بياض البيض أو بروتين بياض البيض بأخر الشيخوخة كثير، أو ناخذ شوفان، ناخذ مثلا ممكن شوية فواكه مجففة مثل الزبيب أو التين المجفف، ناخذ بلح، هذا الشيء كثير منيح الصبح، سو حيعطينا هذا طاقة أفضل ونشاط أفضل باقي النهار. وللغدا؟ الغدا يفضل كمان، نحن عم نحكي طبعا للناس اللي عم تعمل سبور، لازم ناخذ مثلا دجاج او ناخذ تونه او سلمون، يعني لازم ناخذ كميه بروتين منيحه، بالاضافه للكاربس مثل الرز المسلوق، مثل البطاطا المسلوقه او البطاطا الحلوه، لحتى ما نتعب او نشعر بالتعب بالتمرين. والعشاء؟ العشاء كمان نرجع لنفس الموضوع، بروتين. اذا كان بروتين قلل الكارب. الكرب لا، ممكن نحن نضيف كرب بس يكون بسيط، يعني مثل الفواكه ما ناخذ كربوهيدرات معقده، ناخذ كربوهيدرات بسيطه افضل بكثير للجسم. نقطه مهمه كابتن، انا اشوف بعض الاشخاص ياخذون انجكشن بعد ما يكملون مثلا اسبوعين ولا ثلاثه، جسمهم يعني فعلا يطلع النتيجه تكون واضحه،
لكن قول بعد شهرين ثلاثة وقف تمرين جسمه يفش ويكون أسوأ عن قبل بكثير. ليش؟ بالنسبة لهذا الموضوع متشعب جدا، بس نحن بكل بساطة يعني، أو أنا حابب أوصل من يعني معلومة إنه ما حدا يتصرف شيء، حتى لو كان فيتامين يعني فيتامينات. في ناس تقول لك أنا باخذ فيتامينات، صديقي قال لي خذ فيتامينات. حتى الفيتامين اللي هو نحن بنعتبره شيء صغير ولكن مفعوله كتير كبير، لازم نسأل حدا مختص، طبيب أو مختص رياضي بهذا الموضوع أو غذائي، لحتى ما ناخد كميات زيادة. حتى الفيتامين تخيل علي، إذا نحن بناخد فيتامين بشكل زائد حيصير عندنا لا سمح الله تسمم من الفيتامين، اللي الناس كتير مستهيني بهذا الموضوع إنه نحن ناخد فيتامين وخد فيتامينات. لا، الموضوع أكتر من هيك بكتير، لازم نعرف تماما نحن كمية الفيتامين اللي حناخدها، البروتينات. بالنسبة للإنجكشن أنا ما بنصح فيه، نلعب بطريقة سليمة. ما في شيء بيخلينا ناخد مكاسب عضلية لمجرد إن نحن أخذنا إنجكشن أو مكملات غذائية أو أي شيء سريع ممكن يخلينا نتطور. لا، استمرارية بالتمرين، التزامنا بالتمرين واعتنائنا بالغذاء المناسب والكمية المناسبة هو اللي حيعطينا مكاسب عضلية، مش أي شيء تاني. أنا بأكد لك هاي المعلومة يعني. لهني ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا فيها من ناحية التغذية، من ناحية التمارين للصدر والباي، الظهر وتراي، الكتف والريل. لكل محبي رياضة الجيم لا تنسونكم ترسلون مقاطعكم على هاشتاق البرنامج الفنون الرياضية، وأفضل مقطع راح نحطه إن شاء الله في نهاية الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، مع السلامة. Thank you.